بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة استثنائية من برنامج الترند يوم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة هامة جدا، مباراة منتظرة بالتأكيد، الكل على أهبة الاستعداد لمتابعة هذه المباراة الكبيرة. مباراة ستجمع بين النادي الأهلي والوداد في هذه الموقعة القروية اللي بالتأكيد هتكون على ملعب استاد القاهرة الدولي في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة بالتأكيد النهاردة هي الترند، هي العنوان الأساسي والرئيسي لكل جماهير النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير. هنتابع معاكم كل اللي اتكتب عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، هنتكلم بالأرقام والتحليل، هنروح معاكم المغرب ونشوف الأجواء هناك والصحافة والإعلام بيتكلموا بيقولوا إيه عن المباراة النهاردة، خاصة إن في معطيات وفي نتيجة كانت في لقاء الذهاب بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، لكن طبعا هذا الانتصار وهذه النتيجة بالتأكيد بتدي فرصة جيدة للأهلي، لكنها ليست في الحسبان. مباراة النهاردة مباراة أصعب بكتير من المباراة السابقة، لكن بسرعة ندخل مع حضراتكم في سؤال حلقة النهاردة، وكل جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية تدخل وتشارك معانا في الإجابة على هذا السؤال. توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والوداد في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة من برنامج الترند هنعرض مع حضراتكم كل المشاركات وتوقعاتكم، وإن شاء الله بإذن الله تكون التوقعات مبشرة لمباراة الليلة بإذن الله. لكن خلونا بسرعة نبدأ بأهم العناوين وعناوين حلقة الترند. الليلة الأهلي يواجه الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يسعى لتكرار فوزه والتأهل للنهائي للمرة 13 في تاريخه. الخطيب ومجلس الإدارة يدعمون الفريق من استاد القاهرة. تفاصيل كتير مع حضراتكم بالتأكيد، لكن بعد الفاصل مستمرين وعندنا كلام مهم جدا في ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وترند الترند. قبل كل شيء لازم نقول موضوع مهم جدا ولازم نركز على الكلام اللي جاي ده. مباراة الذهاب شيء ومباراة الإياب شيء تاني خالص. فريق الوداد جاي بدوافع كبيرة جدا. رئيس النادي هو رئيس البعثة، رصد مكافآت ضخمة لفريق الوداد. المباراة عندك أسبقية، فزت بهدفين مقابل لا شيء، لكن بالتأكيد مباراة النهاردة لها حسابات مختلفة. التركيز إن شاء الله النهاردة هيساعدنا إن احنا نعمل نتيجة كبيرة أو نتيجة جيدة تساعدنا في التأهل للمباراة النهائية، لكن الجمهور السوشيال ميديا ما تعملش مقارنات بالمباراة السابقة والمباراة الحالية. ربنا يكرمنا النهاردة ونعدي بالمباراة لبر الأمان ونتأهل للنهائي، والأهلي إن شاء الله بإذن الله يعمل النهاردة مباراة تليق باللي حدث في مباراة الذهاب ويكون في أشد التركيز لمباراة العودة ونتأهل يا رب بإذن الله لمباراة النهائي، لأن مباراة النهاردة فريق الوداد جاي مش بيبكي على شيء، ما عندوش غير أمل واحد إنه يفوز ويعمل نتيجة، لكن في نفس الوقت عندنا لعيبة وعندنا قدرات وكواليتي فرقة يقدر يعمل نتيجة جيدة إن شاء الله ويكون مرشح للمباراة النهائية. لكن في هذه اللحظات كل الجماهير في كل مكان محتاجة تطمن على النادي الأهلي وإزاي بيستعد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لمباراة الإياب وجاهزية اللاعبين والتحضير والتشكيل والأجواء اللي تمت خلال ال 48 ساعة الماضية. أذهب مباشرة إلى فندق الإقامة والزميل العزيز كريم أحمد من مقر إقامة فريق النادي الأهلي. كريم مساء الخير عليك، ومحتاج بقى تطمنا على حالة الفريق بالكامل، الحالة البدنية الحالة الفنية. بالأمس كان في تدريب مغلق في استاد القاهرة، فالصورة عندك إزاي في معسكر الفريق قبل التحرك إن شاء الله لملعب المباراة؟ مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب النهارده ان شاء الله باذن الله يكون يوم سعيد على ملايين جماهير الاهلي بتنتظر هذه المباراه. انا هاخد من كلامك كمان يا محمد، يعني مباراه الذهاب شيء ومباراه العوده شيء، لان ليها حسابات كثيره جدا. المباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، وده اللي احنا لامسينه سواء من بيتسو موسيماني المدير الفني اللي بيتكلم بشكل مستمر مع اللاعبين اهميه هذه المباراه، عدم التهاون. مش معنى ان احنا حطينا هدفين هناك وكان الافضليه لينا ان المباراه تكون بنفس الشكل، لا، نادي الوداد عنده
عنده دوافع كبيره جدا، وزي ما انت ذكرت كمان زميلي محمد يمكن في طبعا مكافئات ماليه ليهم، عندهم دوافع كبيره وعندهم رغبه كبيره، لكن ان شاء الله باذن الله مع الجديه والحماس والاصرار الكبير اللي شفناه في مباراه الذهاب نشوف اكتر من كده كمان من لاعبي النادي الاهلي. 90 دقيقه من نار زي ما بنقول، اللي ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون موفقه في هذه المباراه. كنا بنتمنى جمهور النادي الاهلي كالعاده يكون متواجد، لكن جمهور النادي الاهلي متواجد خلف الفريق في كل مكان. بنقابل كده بعض الناس، بنقابل بعض المتواجدين في فندق الاقامه، الكل بيشجع لعيبه النادي الاهلي. افريقيا اهلي دي يمكن شعار خلاص لكل لعيبه النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله محمد كل الظروف وكل العوامل تكون مهيئه النهارده في ال 90 دقيقه، وباذن الله ان شاء الله نبقى طرف اول في المباراه النهائيه. طبعا اكيد عايز ارجع معاك بقى للتدريب امس اللي اكيد طبعا كان تدريب مغلق نظرا طبعا للتعليمات الخاصه به الكاف، لكن باكد لك تدريب الامس كان تدريب قوي جدا، واشاد الحقيقه بيتسو موسيماني بكل لعيبه النادي الاهلي على الجديه والحماس الكبير اللي كانوا فيه في هذه في التدريب الاخير. كان في جمل تكتيكيه كبيره جدا، الراجل اتكلم مع اللعيبه، الراجل على طول مستمر يا محمد في محاضرات الفيديو بعد اي مباراه، بعد اي غدا، بعد اي حاجه ليها علاقه بتجمع اللاعبين بيكون في محاضره فيديو بسيطه جدا. الراجل كان ليه قراءه مهمه جدا، وواضح في المباراه الاولى ان كانت قراءته اكثر من رائعه للثغرات ونقاط القوه والضعف لفريق الوداد، لكن كمان مع المباراه الاولى بينبه على اللعيبه بشكل كبير. اللعيبه بتتفرج محمد على اللعيبه بشكل مستمر، يعني الفتره اللي فاتت بعد كل تدريب اللعيبه وهي في الفندق بتتفرج على اخطاء، كل واحد مخصص له فقره بيتفرج عليها، سواء خط الظهر، تحركات خط الهجوم، تغطيات العكسيه، الانطلاق من منتصف الملعب، كل الامور دي لعيبه النادي الاهلي بتدرسها يوم بيوم ولحظه بلحظه، لان انت عارف طبعا اهميه التحضير ده امر مهم جدا، وده الحقيقه اللي بيجيد فيه الجهاز الفني بالكامل. كمان يمكن موسى متلابه طبعا محلل الاداء اللي باكد لك كمان دوره مهم جدا، الراجل بيحاول ان هو يحط لعيبه النادي الاهلي في كل النقاط القوه اللي باكد لك عليها ونقاط الضعف ليه فريق نادي الوداد، وده امر مهم جدا لما التحضير بيكون جيد من الجهاز الفني. يتبقى بقى تنفيذ الجمل التكتيكيه والتعليمات اللي بياكد عليها بيتسو موسيماني في ارض الملعب، اللي بناكد طبعا مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه زي محمد سعيد، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، ونقدر ان شاء الله ان احنا نعدي هذه المباراه. طيب حاله اللاعبين والفريق، وامبارح كان في تقسيمه والجهاز الفني فضل كمان يختتم التدريب بمران على ركلات الجزاء الترجيحيه، وده ان دل على شيء بيدل ان الجهاز الفني حاطط في حسبانه كل الامور وكل التفاصيل، ودي رسائل مهمه جدا لازم الناس تسمعها. وكلمني كمان تشكيل ممكن يكون، هل ممكن يكون في حاجه واضحه حاله الفرقه بشكل عام، لان برضو الجمهور عايز يطمن على كل اللعيبه بعد تدريب الامس يا كريم. يمكن يعني طبعا نقطة مهمة جدا محمد، وهي كرات الترجيح. يمكن عايز اقول لك في المباراة الأولى كمان، يعني أنت عارف المباراة الأولى يمكن شفنا بيتسو موسيماني يعني معلول شاط قفشة كان متواجد، أحمد الشيخ كان متواجد، الراجل كمان بيدي رسالة لعيبة النادي الأهلي إن المباراة ممكن توصل لكده، ودي اللي إحنا بنتكلم فيه، إن الرغبة موجودة والدافع موجودة عند نادي الوداد، فممكن الأمر يوصل لكده. لكن زي ما بقول لك إن شاء الله بإذن الله مع الحالة الكبيرة اللي فيها لعيبة النادي الأهلي والمعنويات المرتفعة وتركيزهم الكبير والحمل الكبير اللي على أكتافهم طبعا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، لأن أنت عارف محمد البطولة دي حلم كبير لمئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله ما نوصلش لهذه المرحله، لكن باكد لك التحضير ما بيكون جاهز وطيب جدا وبيحط فيه كل الامور بيتسو موسيماني والجهاز الفني بتنعكس على اللعيبه بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله ما نوصلش للمرحله دي، لكن زي ما باكد لك كل لعيبه النادي الاهلي في تدريب الامس كانت جاهزه، كانت واضح ان الحماس موجود، واضح المعنويات مرتفعه. يعني عايز اقول ان كل لعيبه اللي يمكن شاركت في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح احرزت كلها طبعا تالق الشناوي في بعض الركلات، وايضا كمان علي لطفي، لكن ان شاء الله باذن الله ما نوصلش لهذا الامر. التدريب الامس كان مميز وطيب جدا لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه محمد جاهزه الحمد لله. يعني انت عارف طبعا سواء قفشه، مروان محسن، كل اللعيبه اللي كانت بتشتكي من اجادات خلال الايام الماضيه طمنا عليها، قفشه يمكن الحمد لله سليم 100%، شارك تدريب اكثر من رائع. كهربا كمان يعني من خلال تدريبه اول امس وايضا كمان تدريب الامس كان اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، يمكن بيأدي اداء مميز جدا. كهربا يا رب ان شاء الله يكون ليه دور باذن الله مع فريق النادي الاهلي، كل جاهزه محمد ان شاء الله، بس يعني يبقى التوفيق بقى. انت عارف التكتيك او الجمل التكتيكيه والفنيات وكل الامور دي خلاص اتحضر ليها بشكل كبير. يا رب بس ان شاء الله بس لعيبه النادي الاهلي يكون موفقه باذن الله في هذه المباراه. 22 لاعب في المعسكر يا كريم من امبارح. بالتاكيد زميلي محمد، يعني 22 لو بذكرك بذكر كل جمهور النادي الاهلي سريعا كده بيه، ال 22 لاعب: شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، احمد فتحي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، عمرو السليه، حمدي فتحي، ديانج، قفشه، احمد الشيخ، حسين الشحات، جونيور اجاييه، جيرالدو، صالح جمعه، كهربا، بادجي، مروان محسن، ووليد سليمان. تم اختيارهم طبعا عقب انتهاء التدريب اللي كان على ملعب مختار التتش، الكل جاهز، لكن بننتظر بقى اكيد التشكيل اللي هيكون يعني ياخد بيه ميتسو بسوماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. اللعيبه جاهزه كلها،
لكن انت عارف في رؤيه فنيه بتكون كبيره جدا في سواء في مباراه الذهاب او مباراه العوده. بننتظر بقى التشكيل، مش عايزين نتكلم على التشكيل المتوقع، يعني هو الاقرب طبعا للمباراه الاولى، يعني ممكن يبقى في عنصر يتغير بس، لكن بالنسبه للمباراه الاولى هو التشكيل اللي ممكن بشكل كبير جدا ياخد بيه بيتسو موسيماني هذه المباراه. لكن هننتظر محمد طبعا التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي. وسريعا كمان ايضا كمان لو بكلمك سريعا على علي معلول، ان شاء الله علي معلول يكون متواجد في القائمه بشكل عام. هننتظر ايضا كمان التشكيل الرسمي ليه بيتسو موسيماني، اللي اكيد يعني بنتمنى سواء علي معلول متواجد او على دكه البدلاء، يا رب ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون جاهزه، وان شاء الله باذن الله بعد المباراه بقى نفرح وجمهور النادي الاهلي يفرح. 90 دقيقه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن هننتظر ان شاء الله النتيجه باذن الله عقب انتهاء هذه المباراه باذن الله. اكيد طبعا الرؤيه الفنيه هتكون لبيتسو موسيماني، وهي يكون اقرب لوضع التشكيله الاساسيه، ومش عايزين نتكلم في تفاصيل كثيره، لكن باذن الله تكون اللعيبه كلها على هبه الاستعداد. طيب البرنامج اليوم النهارده يا كريم بدا ازاي، والاجواء عندك في الاوتيل قبل التحرك، وميعاد التحرك كمان امتى لاستاد القاهره؟ اليوم طبعا الاعتيادي زميلي محمد، انت عارف المباراه الساعه 9، فيمكن كان في وجبه فطار الساعه 10:30. لعيبه النادي الاهلي طبعا بالكامل كانت في صلاه الجمعه، النهارده الجمعه طبعا الكل كان متواجد. وجبه غداء كانت 2:30، النهارده المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه هتكون 5:30، 6 هيكون في سناك سريع، والتحرك هيكون الساعه 7. يمكن لو بنتكلم على المحاضره ان هي تكون 5:30 والتحرك 7، لان بيتسو موسيماني محاضراته مطوله، وده يمكن بنأكد عليها كل مره في رسائلنا او في بالظبط. يمكن الراجل بيتكلم في الجانب النفسي بشكل كبير جدا زميلي محمد، ويمكن كمان المحاضره الفنيه الاخيره يمكن حابين نلفت النظر ونوضح هذا الامر، ان المحاضرات الفنيه الاخيره بتكون محاضره فيديو، يعني في بعض المديرين الفنيين بتكون محاضره نظريه فقط لغير، او بيكون بس بيحافظ اللعيبه بعض المهام او بيراجع معاهم بعض المهام، لكن بيتسو موسيماني بياكد على كل محاضره قبل التحرك من فندق الاقامه بتكون محاضره فيديو للتاكيد على لعيبه النادي الاهلي على الواجبات، المهام، الهجوم، التمركزات، التغطيات العكسيه، كل الامور دي. فالمحاضره ممكن نص ساعه 45 دقيقة، الموضوع ممكن يطول شوية معايا، لكن أمر مهم جدا وإيجابي. ولعيبة النادي الأهلي المردودة لما بنيجي نتكلم مع اللعيبة، لا اللعيبة سعيدة، واللعيبة بتبقى مستمعة بشكل كبير جدا، وعندها حالة إنصات كبيرة جدا، لأن بيتسو موسيماني مميز الحقيقة في الأمر اللي بيهيئ لعيبة النادي الأهلي نفسيا بشكل كبير. الجزء الفني بنشوفه طبعا خلال التدريبات، الراجل بيركز على كل الأمور، لكن الجانب النفسي مهم جدا، لعيبتنا عندها الرغبة بشكل كبير، لكن التهيئة النفسية ما بتكون من المدير الفني، وبيكون في حب كمان من لعيبة النادي الأهلي بتنعكس بشكل كبير جدا على كل اللعيبة، وبنشوف اللعيبة في أرض الملعب بتموت نفسها، وده اللي احنا عايزينه محمد النهارده ان شاء الله. عايزين كل اللعيب النهارده يطلع اللي عنده، لكن يبقى التوفيق ان شاء الله مع ربنا سبحانه وتعالى، وباذن الله تكون المباراه من نصيبنا زميلي محمد ان شاء الله باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من فندق الاقامه، كان معانا على الهواء مباشره، وندينا تفاصيل كامله عن الاستعداد للمباراه، حاله اللاعبين، الجاهزيه الفنيه، مواعيد التحرك كمان النهارده بالنسبه لاستاد القاهره الدولي. الامور متساويه، الفرص متساويه، 50% للاهلي 50% للوداد. نتمنى يا رب الاهلي يتاهل، لكن الفرص متساويه. الاهلي لعب في المغرب بدون جمهور، وايضا الوداد يلعب مع الاهلي هنا في القاهره بدون جمهور. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي، وعندنا شويه تفاصيل يعني فيها كلام مهم جدا عن الاهلي واللي اتكتب عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال بالتاكيد للحديث في برنامج الترند، وبنتكلم على ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي خلال الساعات الاخيره في السوشيال ميديا. نبدا مع حضراتكم من الحساب الرسمي للنادي الأهلي، وكتبوا ده تغريدة على تويتر، كتبوا 90 دقيقة أخرى الوداد الرياضي استاد القاهرة 9 مساء، هذا وقتنا، معاك يا أهلي، أفريقيا يا أهلي. مكملين معاكم أيضا، ومن الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي عبر تويتر، دوري أبطال إفريقيا خطوة أخيرة في الطريق نحو النهائي، وبالتأكيد في صورة لنجوم النادي الأهلي بقيادة الشناوي حارس مرمى الأهلي، وفي المقابل فريق الوداد المغربي اسماعيل الحداد وشعار الفريقين، وامامنا كمان في الصوره تحت علي معلول مع عبد اللطيف نصير الظهير الايمن. مكملين معاكم ايضا، والحساب الرسمي لجول مصر، اخر خطوه نحو النهائي الحلم، الاهلي يتسلح بنتيجه الذهاب على ارض استاد القاهره امام الوداد المغربي، مباراه اعتدنا عليها مليئه بالاثاره، بالتوفيق لنجوم المارد الاحمر. لكن الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي كاف عبر تويتر نشر تغريده عن القاهرة، المدينة التي تستضيف مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقبلة. النهاردة موعدنا مع مباراة الذهاب، نتابع في هذا الفيديو الحديث عن القاهرة، بالتأكيد عاصمة جمهورية مصر العربية التي تستضيف مباراة نصف النهائي بين الأهلي والوداد. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تابعتم معنا بالتأكيد من خلال هذا الفيديو الحديث عن مدينة القاهرة، وبالتأكيد لما بتتكلم عن القاهرة لازم تعرض الأهرامات الثلاثة، وبالتأكيد بتتكلم على كمان الآثار، وبالتأكيد السياحة في مصر، وبالتأكيد مصر دائما رائدة في السياحة وبتستضيف الأحداث الرياضية الكبيرة
نهائي دوري ابطال افريقيا 6 نوفمبر هيكون في مصر ايضا باذن الله، ونتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يكون طرف في هذه المباراه. لكن محتاجين نتكلم عن النواحي الفنيه، النواحي الرقميه، التشكيل المتوقع، وازاي كمان المحللين الرياضيين بيشوفوا في الفتره الحاليه المباراه في ظل معطيات مباراه الاياب. معايا دلوقتي عبر السكايب في فقره ترند اونلاين الناقد الرياضي والمحلل الفني دكتور عمرو عبيد، الناقد الرياضي بمجله الاهلي. دكتور عمرو مساء الخير على حضرتك. محمد واهلا بحضرتك وكل المشاهدين في قناه الاهلي. طبعا بنتكلم على التحليل الرقمي، والارقام دائما بتبقى معبره عن الواقع بشكل كبير، ولغه الارقام لا تكذب ابدا. شايف يعني معطيات مباراه الذهاب بارقام مباراه الذهاب، وكيف نقارن ده بالوضع اللي ممكن نشوفه النهارده في مباراه الاياب بين الاهلي والوداد؟ هو الحقيقه مباراه الذهاب كانت مباراه تعتبر مثاليه بالنسبه للنادي الاهلي، ارقامها العامه كانت كلها بتميل لصالح الاهلي تماما رغم انه كان بيلعب خارج ملعبه، بدليل ان هو الاستحواذ كان لصالح الاهلي بنسبه 53% لمقابل 47% للوداد. دقه تمريراتنا كانت اعلى بكتير، كانت 84% مقابل 79% للمنافس. طريقه موسيماني سهلت الموضوع لان احنا بدانا بضغط عالي ما وقفناهوش يمكن الا فترات بسيطه جدا لما كنا يعني معرضين لضغط عكسي، فكان الاهلي بيرجع عشان يامن ويلعب على الكرات السريعه. طريقه الضغط دي خلت اجبرت الوداد دايما انه يلعب كرات طويله، ما كانش قادر يعني يبني هجماته بالشكل المعتاد بتاعه، بالاضافه لتالق الثنائي قلب الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، انه كانوا بيطلعوا لقدام وبيقطعوا اغلب الكرات الثنائيه العاليه، عشان كده هم كانوا من اعلى لعيبه استخلاص وقطع للكوره. على المستوى الهجومي احنا فاجئنا الوداد لان احنا اللي كنا بنهاجم، احنا الافضل، بدليل ان الاجمالي الارقام في الهجمات الخاصه بالنادي الاهلي بلغت 39 هجمه مقابل 33 للوداد. التوازن بتاعنا الهجومي كان عالي جدا لان احنا لعبنا على نقط الضعف اللي كانت في فريق الوداد، اللي هي بتتمثل في منطقه العمق او قلب الدفاع والجبهه اليسرى، اللي هو اصلا احنا قدرنا نستغلهم في المباراه دي ونسجل عن طريقهم الهدفين. اكيد احصائيات الهجوم كمان قالت ان الاهلي كان اكثر تسديدا على المرمى، يعني احنا بنلعب بره ارضنا واحنا اللي بنهاجم اكثر واحنا اللي بنشوط كوره اكثر. احنا شوطنا 11 كوره منهم 8 داخل منطقه الجزاء، ده بيوضح لك قدرتنا على التوغل واختراق الدفاع بمنتهى السهوله. في المقابل طيب. كان دكتور عمرو، دكتور عمرو، من خلال متابعتك لاستراتيجيه واداء بيتسو موسيماني، هل هذه الارقام والاداء خارج الارض او خارج القاهره تأثيرها بقى بشكل إيجابي على مباراة العودة نفس الاستراتيجية نفس طريقة اللعب، ولا من خلال متابعتك لتحليله الرقمي لما كان مثلا في قيادة سان داونز بيبقى ليه استراتيجيات مختلفة في الذهاب عن الإياب؟ هو طبيعي حسب مباراة الذهاب فين ومباراة الإياب فين. أنت لعبت بره أرضك بشكل هجومي ضاغط، أنت الأكثر خطورة، فما بالك بمباراة العودة، وخاصة كمان أنت طبعا أكيد عارف أن المنافس هيبقى مجبر أن هو لازم يهاجمك عشان يسجل يعوض فرق الهدفين اللي احنا سجلناهم بره الملعب، فبالتالي ده هيدينا فرصه اكتر ان احنا نستحوذ اكتر، ان احنا برضو نواصل الضغط، وان احنا كمان نبني الهجمات بتاعتنا بشكل اللي هو المعتاد مع موسيماني. اكيد. طيب اللافت للنظر بالنسبه لك ممكن مباراه النهارده، ايه الرقم اللي انت شفته في مباراه الذهاب ممكن يكون فيه اضافه ايجابيه ويكون عامل جيد في مباراه النهارده؟ يعني اعتقد ان قفشه تحديدا على المستوى اللي قدمه هناك، وكان من افضل اللاعبين في الاهلي، سواء ان هو كان اكتر لاعب مرر الكوره، افضل لاعب ممرر للكوره، كانت نسبه الدقه بتاعته تجاوز ال 92%. قفشه كان له دور محوري سواء هجومي او دفاعي، لانه كمان كان بيرجع في وسط الملعب عشان يزيد من الكثافه العدديه اثناء الدفاع، يعني في مواجهه الهجوم المنافس. فبالتالي اعتقد ان قفشه ان هو كمان سجل الهدف وصنع الهدف، يعني ركله الجزاء اللي جه منها الهدف الثاني، اعتقد ان قفشه هيبقى له تاثير ايجابي وممتاز جدا في مباراه العوده ايضا. طيب سؤال اخير، من خلال متابعتك لفريق النادي الاهلي على مدار الموسم وبالتاكيد تحليلك الرقمي يا دكتور عمرو بيكون عبر مجله النادي الاهلي، ايه الايجابيه او الشيء اللي انت شفته في اخر ثلاث مباريات بالمقارنه بالموسم منذ ان تولى مثلا ريني فايلر القياده الفنيه للاهلي بمقارنه اخر ثلاث مباريات مع بيتسو موسيماني؟ يمكن هتكلم شويه على الشق الدفاعي، لان احنا كنا بنعاني في بعض الفترات منطقة قلب الدفاع او ورا الظهيرين ورا هاني او معلول او وحيد ايا كان اللي بيلعب، يعني فدي كنا ساعات بنعاني منها شويه قدام بعض الفرق، ولكن مع موسيماني الوضع تغير تماما، بدليل ان المنافس اللي هو قوته كلها بتتمثل هجوميا، يعني اقصد في قلب الهجوم والجبهه اليمنى، ما قدرش يخترق المنطقتين دول تماما في الماتش في المباراه الاولانيه، بالعكس بل خطورته جت
في منطقه بسيطه جدا بين ياسر وبين هاني وما كررتش اكتر من مرتين او ثلاثه في الشوط الاولاني وانتهت تمام بعد كده. فالتنظيم الدفاعي في عهد موسيماني رائع جدا، واعتقد ان شاء الله ان هو هيبقى يكون افضل كمان في الفترات القادمه. طيب لو عندك اي اضافه او كلمه اخيره. وانا حابب اقول يعني لو في حاله ان احنا اضطرينا نغير الظهير الايسر لو صدق الكلام يعني بتاع معلول، اعتقد ان فتحي او وحيد مش هيبقى فيه فرق كبير قوي في المستوى. يمكن فتحي اقوى دفاعيا، ولكن على المستوى الهجومي وعلى مستوى العرضيات ودقتها وحيد افضل. فبالتالي ان احنا عندنا يعني بدائل متاحه ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله الفوز هيكون للاهلي ان شاء الله. دكتور عمرو عبيد بشكرك شكرا جزيلا، دايما بنستمتع بتحليلك عبر مجلة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراة العودة أمام الوداد في إياب نصف النهائي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه معانا كلام مهم جدا في ترند الأهلي، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال الحديث في ترند الأهلي واللي اتكتب عن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا. مكملين مع حضراتكم، والصفحة الرسمية ليلا كورة عبر تويتر اتكلمت على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. المتوقع من وجهة نظر الزملاء في يلا كورة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني ظهير أيمن، أحمد فتحي ظهير أيسر، اثنين مساكين أيمن أشرف وياسر إبراهيم، اثنين وسط ارتكاز اليو ديانج وعمرو السولية، أمامهم محمد مجدي أفشة وجونيور أجاييه وحسين الشحات ومروان محسن. طيب في توقيع متوقع آخر من الصفحة الرسمية للسوبر كورة بتتوقع تشكيل الأهلي في مباراة الوداد، ما اختلفش كتير، يعني نفس الإطار برضو بنتكلم فيه بالنسبة لتشكيل الأهلي: شناوي وياسر إبراهيم، أيمن أشرف، فتحي هاني، سولية ديانج، الشحات، جونيور أجاييه، أفشة ومروان محسن. وبنسبة 99% التشكيل اللي لعب بيه الأهلي المباراة السابقة في كازابلانكا. طيب مكملين مع حضراتكم أيضا، ومن صفحة في الجول عبر تويتر اتكلمت على عبر الفيسبوك المواجهات السابقة بين الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي والوداد لعبوا مع بعض 9 مباريات، الأهلي فاز في 3 مواجهات، الوداد فاز في 2، والتعادل كان سيد الموقف في 4 مباريات. طيب مكملين معاكم أيضا، والحساب الرسمي اللي في الجول على إنستجرام نشروا أرقام فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي اللي هيدير النهاردة مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذا اللقاء هو اللقاء السابع لفيكتور جوميز مع النادي الأهلي قاريا، وهو أول لقاء سيديره تحكيميا للفريق المغربي. الأهلي مع فيكتور جوميز 6 مباريات، فاز الأهلي في 3، خسر 3، تعادل ما كانش فيه تعادل، بطاقات صفراء، أشهر البطاقات الصفراء 6 مرات، والبطاقات الحمراء ولا مرة. الأهلي طبعا لعب مع القطن الكاميروني في جروة وكانوا بيدير هذه المباراة، والأهلي فاز 2-0. أدار أيضا مباراة الأهلي والنجم الساحلي اللي كانت في نفس هذا التوقيت في برج العرب، والأهلي فاز على النجم 6-2. وأدار مباراة كامبالا سيتي الأوغندي مع الأهلي في أوغندا، وكانت الهزيمة 2-0 لبطل أوغندا. فيكتور جوميز من حكام النخبة، فيكتور جوميز من الحكام المرشحين دائما للمباريات النهائية. أنا على المستوى الشخصي بتمنى دايما مثل هؤلاء الحكام، أو تحديدا فيكتور جوميز، يكون من الحكام اللي بيديروا للأهلي مباريات خارج مصر. يعني دايما وابدا بيبقى المباريات خارج مصر بتبقى فيها صعوبه، لما بتجيب حكم من حكام الصفه والنخبه بيكون افضل لما يكون فيكتور جوميز او حتى رضوان جيد لو مباراه للاهلي مع الفرق الافريقيه. لكن في هذه اللحظات محتاجين نتعرف على استعدادات فريق نادي الوداد، ازاي بيستعد لمباراه الاهلي، الدوافع والجاهزيه، وممكن ازاي النهارده الوداد يلعب مباراه الاياب مع الاهلي، وهل هيكون في اختلاف ولا لا. انا معايا عبر ترند اونلاين وعبر السكايب الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ منعم بالمقدم الصحفي بجريده المنتخب المغربيه. مساء الخير صديقي منعم. الو، طيب يبدو ان هو لسه مش جاهز معانا، انا عاود الاتصال بيه مره ثانيه، لكن عايز اكمل في جزئيه التحكيم. وفيكتور جوميز النهارده هيكون يعني حكم مباراه اليوم امام بين الاهلي والوداد المغربي. زي ما قلت لكم بيبقى شيء طيب لما بتطلع خارج ارضك وبيكون عندك حكم من حكام النخبه المصنفين اللي بيديروا المباريات خارج مصر، ده بيديك طمانينه. لان كمان في مباراه الذهاب كانت في كلام كتير جدا، والناس عبر السوشيال ميديا كانت قلقانه من القياده التحكيميه للحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويمكن المباراه شهدت بعض اللقطات، لكن النادي الاهلي فنيا الحمد لله قدر يتخطى على كل هذه الصعاب. بالمناسبه معنى ترشيح فيكتور جوميز لإياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا انه بنسبه 99% حسب المعلومات اللي عندي والترشيحات انه هو خارج اداره المباراه النهائيه.
الأقاويل والترشيحات والمعلومات تصب في مصلحة تقريبا بنسبة كبيرة. لو كانت المواجهة بين الأهلي والزمالك هيكون الحكم المغربي رضوان جيد، لو كان الطرف مصري مغربي انت بتتكلم في إطار ممكن يكون بكاري جسامة أو حكم سنغالي اللي هو الحكم بالتأكيد ماجد نضاي اللي أدار مباراة الأهلي أمام سان داونز هذا الموسم. أيضا كمان البعض كان توقع أن ممكن يكون اليوم نيانت موجود في المرحلة النهائية. اليوم نيانت مرشح لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان وبيراميدز. اليوم نيانت هو الحكم الذي أدار مباراة الذهاب بين الرجاء والزمالك، ما زال في المغرب موجود هناك ومرشح بنسبة كبيرة لإدارة مباراة نهضة بركان وبيراميدز. طيب أرجع بسرعة وطير إلى المغرب وأرحب بزميلي العزيز والناقد الرياضي المتميز، وهو ليس بصحفي فقط ولكنه كما يطلق عليه في المغرب شاعر رياضي، الناقد الرياضي الأستاذ منعم بالمقدم. برحب بيك ويا رب تكون كل الأمور طيبة. شكرا لك زميلي وأخي العزيز محمد سعيد ولكل طاقم قناة الأهلي الكرام، أخجلتني بالفعل، حب وتقدير متبادل، هي مشاعر طيبة نبادلكم إياها هنا بالمغرب، وخاصة لك ولكل الأفراد الصاهرون هناك داخل قناتكم الرائعة والمميزة قناة الأهلي. دائما وأبدا النادي الأهلي بيبقى حريص جدا على العلاقات الأخوية والعلاقات الطيبة مع كل الأشقاء في الوطن العربي وتحديدا كمان المملكة المغربية، لينا بالتأكيد علاقات متميزة مع الإعلام ومع الجمهور، فسعداء دايما بالتواصل معاكم. وعايزك بقى تطمني على آخر الترتيبات والاستعدادات والمعلومات الواردة من معسكر الوداد هنا في القاهرة بالنسبة لكم بالتأكيد كإعلام مغربي. بداية بين معقفتين كي لا تفوتني الفرصة، أتوجه بالشكر لكم، هذا أكيد لأنه من صميم الاعتراف والاعتراف بالمهنية الكبيرة جدا التي كانت لقناة الأهلي ولشخصكم الكريم زميلي محمد سعيد في التعاطي مع مباراتين من عيار ثقيل نصف نهائي كأس أبطال إفريقيا بكل المهنية والحيادية وأيضا بالجوانب الموضوعية والاحترام المكفول لنا كمغاربة ولكم كمصريين. شكرا لكم مرة أخرى، وهذا ليس بغريب على كفاءة الإخوان المشتغلون داخل قناة الأهلي. بالنسبة للإعداد والتحضير الوارد علينا، الأصلاء الواردة من معسكر نادي الوداد، وقد كان الاتصال قبل لحظات مع بعض اللاعبين وكذلك مع رئيس النادي، جو من التفاؤل، جو من الحماس، وأيضا تخلص من كل إرهاصات الضغط. الضغط يقولون هناك كله على أكتاف لاعبي الأهلي لأنهم أنجزوا نصف المهمة. أيضا الإعلام عندكم في مصر يقولون أن الأهلي وضع قدما في النهائي، لاعبو الوداد خسروا معركة ولم يخسروا جولة كاملة في هذه الحرب، لذلك هم مؤهبون لتقديم مباراة كبيرة. إن لم يكن التأهل فعلى الأقل الصورة يجب أن تكون مغايرة زميلي محمد لما كانت في مباراة الدار البيضاء، لم تكن تليق لا بنادي الوداد ولا بتطلعات أنصار الوداد. هذا هو الجانب السائد. قبل لحظات بعد تناول وجبة الغداء هناك كان إجماع على تقديم مباراة كبيرة بكل المقاييس، أي كانت النتيجة المهم أن يكون الظهور ظهورا مشرفا لفريق الوداد ولعيبه. طيب بعثة الوداد موجودة في مصر وقائمة الفريق اللي اختارها المدير الفني للوداد ده 18 لاعب، يعني الخيارات الفنية بالنسبة له محددة وواضحة سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية. هل هناك مفاجآت؟ هل هناك غيابات؟ حسب ما علمت ومن خلال تواجدي في معسكر الوداد قبل 48 ساعة، أشرف داري طبعا غير مقيد فمش موجود، صلاح الدين سعيدي لم يحضر مع الفريق هنا في القاهرة. ألو منعم هل تسمعني؟ طيب يبدو أن في مشكلة في الاتصال، هنرجع تاني للزميل العزيز منعم بالمقدم بعد لحظات، لكن الكل بيتكلم على أن المباراة السابقة انتهت ورغم أن في أسبقية للأهلي، لكن حتى الإعلام المغربي شايف أن في دوافع كبيرة لدى نادي الوداد، ونفس الأمر بالنسبة لنا هنا في مصر، وإحنا بنتكلم منذ المباراة الأولى في المغرب ولغاية اللحظة دي بنتكلم على أن مباراة العودة ما زالت صعبة، ما زالت الفرص متساوية. أكيد النادي الأهلي عنده أسبقية وسبق قبل كده أن في المباريات العودة هنا في القاهرة بيعمل نتائج إيجابية، لكن في نفس الوقت لا تأمن غدر كرة القدم. كرة القدم دائما وأبدا لازم تعمل لها ألف حساب. فمباراة النهاردة الكل داخل المباراة على هبة التركيز، بيركز بشكل قوي جدا بالنسبة لهذه المباراة، وزي ما قال الزميل الصحفي منعم بالمقدم أن فريق الوداد عنده استعداد كبير جدا لهذه المباراة، عنده دوافع وفي كمان مكافآت ضخمة بيرصدها سعيد النصيري لفريق الوداد لتخطي هذه المباراة. عايز أرجع لفكرة طاقم التحكيم، كنت قلت لكم طالما فيكتور جوميز موجود في مباراة الإياب النهاردة فالترشيحات رايحة في إطار أن رضوان جيد لو الطرفي مصري أهل وزمالك، وبكاري جسامة أو الحكم السنغالي ممكن يكونوا مرشحين للمباراة النهائية لو طرف مصري وطرف مغربي. نهائي الكونفدرالية اليوم نيانت موجود في المغرب،
بعد مباراة الزمالك والرجاء ومرشح بنسبة 90%، والترشيحات كلها تصب في مصلحته حسب المعلومات الواردة من هناك أنه هو هيكون حكم مباراة نهضة بركان وبيراميدز يوم الأحد القادم. فبالتالي أصبحت الرؤية واضحة للجميع في مسألة اختيارات الحكام خلال الفترة الأخيرة. وطبعا معسكر الحكام اللي تم في القاهرة في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر كان برنامج الترند وقناة الأهلي كان ليه السبب أن هو يشرح للناس الآلية والاستراتيجية اللي على أساسها مجلس خبراء التحكيم هيتعامل مع مباريات نصف النهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وأيضا كمان المباراة النهائية. كمان نقطة مهمة جدا عايز أركز عليها، لأن البعض ممكن لما بيتكلم في الإطار ده ما تعرفش، ممكن يكون عنده معلومة أو ما عندوش معلومة عن قصد أو بدون قصد. عمر التحكيم في العالم ما فكر أن المدير الفني من نفس جنسية الحكم. وهديكم مثال، مباراة الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية كان بيديرها رضوان جيد الحكم المغربي، وكان من أبرز اللاعبين في فريق نادي الزمالك أشرف بن شرقة ومحمد أونجب. فبالتالي جنسية الحكم ليس لها أي علاقة بمدير فني أو لاعب، جنسية الحكم تتحكم فقط في نوع الفريق بالكامل، جنسيته هل فريق مصري فريق مغربي، مش أكتر من كده، عشان بس لما الناس تتكلم تتكلم بمعلومات صحيحة وما تقولش أي كلام في الهواء. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في الحديث عن ترند الأهلي وما كتب عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية. أهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين في الحديث عن ترند الأهلي والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. كنا بنتكلم بحضراتكم على طاقم التحكيم ومن سيكون الحكم فيكتور جوميز، وبالتأكيد كمان اتكلمنا على الخريطة خلال الفترة اللي جاية. لكن عندنا كمان كلام مهم جدا على بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني الحساب الرسمي ليلا كورة على الانستجرام اتكلم على قبل مواجهة الوداد اليوم، بيتسو موسيماني لم يخسر أي مباراة على أرضه ضد الوداد، لعب 5 لقاءات فاز في 3، تعادل في مباراتين ولم يخسر أي مباراة. طبعا ده لما كان بيقود فريق سان داونز في البطولات الإفريقية السابقة، ولما كان بيلعب في بريتوريا في مواجهة فريق الوداد المغربي. بالمناسبة هذا العام كان مع الوداد في دوري الأبطال في المجموعات، تعادل في المغرب وفاز في بريتوريا بهدف مقابل لا شيء. كمان مكملين مع حضراتكم، وصفحة الأهرام على تويتر كتبت تحذيرات شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد الليلة. طبعا التحذيرات والحديث بالنسبة لأن المباراة ما زالت في الملعب، لم يحسم من طرف المباراة النهائية رغم الأسبقية، لكننا بنؤكد على هذا الأمر. وأتمنى أن البعض ما يعقدش مقارنات بين مباراة الذهاب ومباراة العودة، كل مباراة لا حساباتها، وده شيء طيب جدا من بيتسو موسيماني في حديثه مع لاعبي النادي الأهلي. أيضا كمان من صفحة الاتحاد الإفريقي الحساب الرسمي للكاف كتبوا: هل يستطيع الوداد صنع انتفاضة قوية في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ خسر الوداد آخر مباراتين ليه في دوري الأبطال، لكنه أبدا لم يخسر 3 مباريات متتالية. عموما هي لغة أرقام، لكن هنشوف في النهاية الملعب نتيجته هتكون إيه. صفحة الأهلي اليوم من الصفحات الجماهيرية جابت صورة للفريق بالكامل في أرضية الملعب ومن خلفه جماهير النادي الأهلي، وكتبوا: بطولة أنتوا تجيبوها رجالة وتعملوها، 60 مليون يستنوها وإحنا معاكو لآخر ثانية، صوتنا حماكو وفرحتنا بالدنيا. أخيرا من حساب ماجيكانو أيضا كمان على تويتر كتبوا: الجمعة مش هزار، أفريقيا يا أبطال. ده إن دل على شيء بيدل على أن فريق النادي الأهلي النهاردة غياب الجمهور ممكن يكون مؤثر، لكن هذه الهتافات الجماهيرية والرسالة عبر السوشيال ميديا كان ليها صدى إيجابي جدا بالنسبة للاعبين. طيب كمان في الجزء الأخير هنعرض مع حضراتكم مشاركات الجماهير، وبالنسبة سؤال حلقة النهاردة لما تكلمنا على فكرة توقعاتكم لمباراة الأهلي والوداد اليوم. إبراهيم مصطفى منسي بيقول بإذن الله 2-0 للنادي الأهلي. عبد القادر النحال بيقول 3-1 للأهلي إن شاء الله. أحمد سعيد بيتوقع فوز الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف. أحمد العلمي بيتوقع إن شاء الله فوز الأهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء. بن محمد بيتوقع 2-1 للأهلي إن شاء الله. كمان عدد من مشاركات الجماهير بنحب عايزين ناخد أكبر قدر من المشاركة. كريم السيد بيقول 2-0 للأهلي. أمير أحمد بيقول 4-0 لنادي القرن الإفريقي. محمد جمال بيقول 1-0 للأهلي. حمدي عماد بيتوقع 2-0 للأهلي. أيضا كمان إبراهيم الجزار بيقول فوز النادي الأهلي إن شاء الله بثلاثية. هيثم عبد المهدي بيقول 1-0 للمارد الأحمر.
مهاب عاطف بيتوقع التعادل الإيجابي 1-1. أحمد سيد عبد الفتاح 5-0 للأهلي بإذن الله يا رب. طيب كمان التعليقات من خلال تويتر، عبد السلام بيقول بإذن الله ومجهود اللاعبين المحترمين 2-1. ميتشو بيتوقع فوز الأهلي 2-0 والصعود في انتظار الأميرة السمراء. أحمد صلاح بيقول إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-1 وهنوصل النهائي. محمد رشاد إن شاء الله الأهلي يكسب 1-0. كل التوقعات فيها تفاؤل كبير جدا إن الأهلي إن شاء الله يتخطى مباراة الوداد بإذن الله. المارد الأحمر في طريقه إن شاء الله لصنع نتيجة إيجابية تسمح له بالعبور إلى مباراة النهائي وموقعة النهائي. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، وبإذن الله إن شاء الله يكون النادي الأهلي قادر على إسعاد جماهيره الليلة، ويكون التوفيق حليفنا بإذن الله في هذه المباراة المرتقبة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة ويكون النادي الأهلي منتصرا ومتأهلا إلى النهائي. وكل التوفيق يا رب إن شاء الله في مباراة الليلة. شكرا وإلى اللقاء.